لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من الضفة الغربية المحتلة الباحث السياسي الفلسطيني علاء الرماوي. أهلا بكم سيدي. كيف تفسرون قرار البرازيل بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة؟ لابد من الإشارة بأنه قرار البرازيل له اتجاهين. الاتجاه الأول فيما يتعلق بالبرازيل التي تنقلب على نصرة الشعب الفلسطيني والتي كانت تاريخيا إلى جانب الحق الفلسطيني، لكن الواضح بأنه على الأقل الآن واضح أن هناك تبدلات وتغيرات السياسة البرازيلية بعد مجيء الرئيس الجديد، والذي يعني من الواضح أن يتسق بالسياسة الصهيونية، وهناك مصالح برازيلية الآن صهيونية على صعيد الاقتصاد والزراعة والتجارة البينية لصالح الاحتلال بالطبع. فيما يتعلق بالحالة الثانية وهي تتعلق بالسلوك السياسي الفلسطيني والعربي الذي للأسف يفقد كل مواقع النصرة للقضية الفلسطينية، هذا الموضوع يحتاج إلى تقييم كبير. نحن أمام عديد الدول التي ستعلن نقل سفاراتها للقدس، مما يشكل ضربة حقيقية للقدس ولعروبتها وأيضا للدور العربي الحامي لها. من الواضح أننا أمام حالة من الارتباك، خاصة نأتي في سياق ما يعرف الآن بالانهيار العربي باتجاه التطبيع. سمعنا موقفا للسعودية للأسف قريب من حالة التطبيع كما جرى في الأمم المتحدة، كان هناك أيضا موقفا عمانيا عندما التقى بنتنياهو، وهناك أيضا الأردن الذي تطبع مع الاحتلال الصهيوني. معنى ذلك أننا أمام حالة انهيار باتجاه التطبيع مع الاحتلال. مع ذلك كان هناك إدانة من قبل الجامعة العربية لقرار البرازيل، وقالت بأن هذا القرار ستكون لديه تبعات على العلاقة مع البرازيل والدول العربية. ما هو الرد الذي ترون أنه هو مناسب لمثل هذا القرار وانعكاساته على مساعي الصهاينة لتهويد القدس؟ للأسف الجامعة العربية تساوي في دائرة تأثير السفر، وبناء على ذلك المطلوب أن يكون هناك موقفا عربيا خليجيا واضحا في مسألة البرازيل، وأيضا واضحا في التعاطي مع مدينة القدس. العرب ينكفئون بكلياتهم عن مدينة القدس، لا يقفون في الدفاع عنها ولا يقفون من خلال دعم المقدسي على الأرض. معنى ذلك أن القدس تترك وحيدة، وهذا ما يشاهد الآن من حالة انهيار دولية الآن باتجاه نقل السفارات القدس، وحديث واضح من بعض الدول وللأسف منها إفريقية. تشاهدتم بعض الدول الإسلامية التي يأتي رئيسها للقاء نتنياهو في مدينة القدس. نحن أمام حالة يجب أن تتماسك من جديد، ويجب أن يعاد تصويب مسار الأمة باتجاه القدس والدفاع عنها. نحن على الأقل العرب فرطنا في بغداد ونفرط اليوم في القدس، ونفرط تباعا في العواصم العربية. شاهدنا العواصم كلها تنهار لصالح للأسف المشروع الأمريكي الصهيوني، ونحن على الأقل في ركابه نحذو حذوة وللأسف ولا نبادر لتصميد حالة الأمة في مواجهة الاحتلال الصهيوني. ما هو المقترح؟ كيف يكون ذلك لصد هذه الهجمات الصهيونية؟ المقترح في ثلاثة عناوين رئيسية. العنوان الأول يتعلق بدعم المقدسي في جبهته في مواجهة الاحتلال الصهيوني من خلال برامج اقتصادية واجتماعية تمتن أهل القدس من وجودهم. النقطة الثانية وقف التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وبشكل كبير. عندما نطبع نحن العرب ماذا سنقول للبرازيليين؟ النقطة الثالثة وهي الأهم، أن يكون هناك برنامجا عربيا يدافع عن القدس من الهيئة العربية الإسلامية للدفاع عن القدس من خلال مقاطعة للدول التي تفرض معادلة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ثم نعيد برنامجا وطنيا يقوم على اعتبار القدس الخط الأحمر العربي والذي من الواضح بأنه تكسر منذ زمن. أشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي الفلسطيني علاء الرماوي، كنت معنا عبر الهاتف من الضفة المحتلة.